السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين الكرام، سعيد جدا بلقاء جديد معكم. وموضوعنا اليوم إن شاء الله سوف يكون موضوع تاريخي، نواصل سلسلة تاريخ بني إسرائيل في اليمن، وذلك بغرض فقط إثارة الأسئلة والوصول وإشباع التاريخ الذي لا نعلم عنه شيئا. وطبعا القناة لا تتحيز لأي نظرية، وإنما نضع ذلك أمام المثقفين الأعزاء ونشبع الموضوع بالأفكار، لعل وعسى أن نصل إلى نتيجة ما. طبعا موضوعنا اليوم إن شاء الله موضوع رائع، التوراة كما تشاهدون أمامكم تشير إلى فرعون باسم فرعة، لاحظوا فرعة، وهي تعني بلهجة المسند فارع أو فرع بين طرفين، أي حكم بينهم، وهذه اللفظة لا زالت موجودة لحد الآن، أي حكم بينهم. والحكم في المسند تكون صيغته كفرعا وشعب، مثل شعب شعبا، ومصر مصرا، وبعض لهجات الجنوب تستبدل النون إلى ميم، مثل الملوك الذي عرفوا بفرعم. طبعا التوراة والقرآن والنقوش العربية الجنوبية أثبتت أن فرعون ليس من وادي النيل، وملوك مملكة أوس ليس من وادي النيل، وملوك مملكة أوسان لقبوا بفرع أي الحاكم، واسم فرعون مشتق من اسم عربي، وهناك اسم قبيلة عربية موجودة بوادي عسير في تسمى فرعاء في غرب شبه الجزيرة العربية. طبعا اليمن القديم كما تشاهدون أمامكم كان يوجد بها ملوك أسماءهم تبدأ باسم فرعم، مثل فرعم شرح عث ملك أوسان، أيضا مثل فرعم بن عم يثع ملك أوسان، وأيضا بن معد إيل سلحن ملك أوسان، وأيضا حيمن بن شرح إيل ملك أوسان، وأيضا فرعم ينهب ملك سبأ، والكثير من الأسامي هذه تثبت أن الاسم هذا اسم موجود في اليمن وليس غريبا عن تاريخ اليمن. وبالتالي هذا يضع نفسه أمام المثقفين لإيجاد فحوى التاريخ الغائب عن عقولنا. وأتمنى أن يتم قراءة التاريخ اليمني بشكل حقيقي لإعطاء كل ذي حق حقه. وفي الأخير أتمنى لكم السعادة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.